الذي نستقبله في بداية العام الجديد. عندما نحتفل يا إخوتي بعيد الميلاد الجديد المجيد، إنما نحتفل بميلاد السيد المسيح الذي جاء ليفتقد الإنسان المتغرب. منذ أن خلق الله الإنسان وخلقه وأراده أن يكون حرا ويكون سعيدا ويكون محفوظا في الوصية الإلهية، ولكن الإنسان الأول خالف تلك الوصية وكانت السقطة وكانت المعصية، وظلت هذه المعصية تنتقل من جيل إلى جيل، لأن آدم وحواء كان رأس البشرية، وعندما يخطئ الرأس يخطئ كل من وراه، فحملت كل الأجيال هذه الخطية، خطية المخالفة والمعصية، حتى أننا نقرأ عن داود النبي والذي ظهر قبل ميلاد السيد المسيح بنحو 1000 عام. نقرأ عن داود النبي أنه يقول: بالخطايا ولدتني أمي. هو نبي بار وقديس ومشهود له، ولكنه ولد كمثل أي إنسان يحمل هذه الخطية، خطية المخالفة، واحتاج الإنسان لمن يرده ومن يجدد طبيعته ومن يعيده إلى أصله النوراني الذي جبل عليه. من هنا جاء السيد المسيح من أجل خلاص العالم. ولكن العجيب يا إخوتي الأحباء أن السيد المسيح الذي جاء من أجل الإنسان جاء إلى عالم فيه كل نوعيات البشر، فيه الأغنياء والفقراء، فيه المعروفون وغير المعروفون، فيه طبقات العليا والطبقات المتدنية، فيه الرجال وفيه النساء، ولكن من ستختاره لكي ما يعلم بخبر هذا الميلاد؟ من هم أول جماعة عرفت بميلاد السيد المسيح؟ للعجب يا إخوتي نجد أنه اختار جماعة الرعاة، رعاة البادية، الذين كانوا يرعون في مناطق ما حول أورشليم وحول بيت لحم. الرعاة طائفة من البشر تعتبر طائفة مهمشة، كان لا يستخرج لها تصاريح إقامة أو بطاقة هوية لأنهم مش قاعدين في حتة، وكان هؤلاء الرعاة لا يؤخذ بشهادتهم في المحاكم، وكانوا أيضا يعتبروا على هامش المجتمع. ولكن لماذا اختار الله أن يكون هؤلاء أول من يعلم بالميلاد؟ هؤلاء القوم كانوا رجال أنقياء وأتقياء، يعيشون حياتهم في اتكال وفي إيمان شديد بالله، وكان لنقاوة قلوبهم وأمانتهم في أعمالهم أن يختارهم الله لكي ما يكونوا الشهود الأول لميلاد السيد المسيح. وهنا العجب، بحسب أي مجتمع ربما نظن أن الله يختار الذين في المقدمة، ولكن الله لا ينظر إلى العينين بل ينظر إلى القلب، قلب الإنسان كيف يكون؟ هل هذا القلب نقي؟ هل هذا القلب أمين؟ هل هذا القلب حي وتقي؟
لقد كان الرعاة هكذا. ولذلك يا أحبائي، عندما كانوا يقومون بأعمالهم في أمانة وسط الليل في ظلام الليل وأيضا في الجو البارد المعتاد في هذه الأيام، زي ما احنا عارفين في مناطق فلسطين ومناطقنا بيبقى البرد شديد في الأيام دهيت، وبعد يومين نحتفل ببداية شهر طوبة شديد البرودة، ولكن الله يختار هؤلاء ويرسل لهم هذه الرسالة التي أريد أن أتأمل معكم فيها. الرعاة كانوا يقومون بأعمالهم في أمانة وفي ضمير حي، ولا رقيب عليهم سوى ضميرهم، حدش بيفتش عليهم، حدش بيشوفهم بيحرسوا القطعان ولا ما بيحرسوش، منتهى الاهتمام. وفي ظلام الليل يظهر لهم ملاك ويقول لهم العبارة في الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا، تقول: فقال لهم الملاك: لا تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لهذا الشعب. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لهذا الشعب. وأريد أن أتوقف معكم قليلا أمام هذه الكلمات. هذا الملاك من السماء وهو يحدث أناس على الأرض ويختار هؤلاء الغير معروفين. قال لهم الملاك، هذه أول رسالة. الملائكة سكان السماء يرسلهم الله لكيما يخدمون نحن على الأرض ويحملوا لنا بشارات سماوية. فمجرد ظهور الملاك، مجرد أن السماء تحب الذين على الأرض وتريد أن تسعدهم، ويريد الله من خلال هؤلاء الملائكة أن يرسل خيراته وعطاياه الكثيرة والجديدة في كل صباح. السماء تمتلئ باستجابات كثيرة للصلوات المرفوعة، والله يرسل ملائكته في كل حين لكيما يخدمون نحن البشر. فالله عندما خلقنا لم يتركنا، بل ما زال يرعانا ويهتم بنا ويرسل لنا. وفي التقليد المسيحي يوجد الملاك الحارس، لكل إنسان ملاك حارس يحرسه. الملائكة يحملون الخير للبشر. نقرأ عن قصة زكريا الكاهن وزوجته أليصابات، وكان برين أمام الله، الناس عايشة كويس، ولكن لم يسمح الله لهما بنسل. وكان غياب النسل في العهد القديم يعتبر قضية خطيرة بالنسبة للإنسان، وكان يعتبر كأن الله لا يحب هؤلاء، هذا قديما. ولكن في وقت مناسب وبعد صلوات كثيرة وحياة في البر، أرسل لهم الله الملاك جبرائيل، وأرسل لزكريا الكاهن ببشارة: سيكون له نسل خير. ولكن زكريا الكاهن بالفكر البشري لم يصدق، فسمح الله أن يعطيه علامة إلى أن يتم هذا الأمر، فصار صامتا ورجع بيته ما بيتكلمش، فعرفوا أن في رؤية شافها. ولكن بعد شهور قليلة حبلت وولدت زوجته، وأعطاهم الله
تحقيق هذه البشارة، بشارة الملاك، وأعطاهم نسل سمين يقول عنه الكتاب المقدس والسيد المسيح أنه أعظم مواليد النساء، إنه القديس يوحنا المعمدان. الملائكة كده، والإنسان طول ما بيرفع راسه للسماء وعيني قلبه إلى السماء سيجد ملائكة تبشره دائما بأخبار مفرحة. هذه الجزئية الأولى، الرسالة السماوية. فقال لهم الملاك، هو يقول لكل البشر. أما الجزء الثاني في الآية التي أضعها أمام حضراتكم، قال لهم الملاك لا تخافوا، لا تخافوا. ليل وبرد وغربة، وشافوا نور فجأة. الخوف مظهر طبيعي عند الإنسان، وإن كان هو أحد نواتج الخطية، فالخطية جعلت الإنسان ضعيفا جدا. حتى أن القديس يوحنا ذهبي الفم يقول عن الخطية أنها الكارثة الوحيدة في هذا العالم. فمن نواتج الخطية التي سقط فيها الإنسان الخوف، خايف، خاف من حاجات كتيرة. وطبعا موضوع الخوف ده موضوع متسع، وقد يصل عند بعض الناس إلى حالات مرضية. لا تخافوا. الملاك يرسل هذه الرسالة لا تخافوا، وهو يقولها لنا اليوم لا تخافوا. هذه الرسالة مدعمة من عند الله. لا تخافوا. نحن نصلي في كل يوم ونتذكر هذا الوعد، لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. لا تخف. وتختار الكنيسة أن تصلي بهذه الكلمات في وسط الليل أو قرب الفجر، حيث الظلام دامس، فتسمع هذا الوعد، لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. حتى إن شعر الإنسان بمخاوف كثيرة، أنت موضوع عناية الله. ولاحظوا وياي أن هذه الرسالة بصيغة جماعية، لا تخافوا. الخوف أصله بيعدي، لما واحد يخاف يعدي اللي جنبيه. ولذلك هذه الرسالة الجماعية تطمئن الإنسان، إنها رسالة طمأنينة. ونحن في هذا العيد مع بداية سنة جديدة واحتفلنا بميلاد السيد المسيح، إنما يقدم لنا هذه الطمأنينة. نقول في المزامير، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. هذا الأمر يا أحبائي يعني أن الإنسان يجب أن لا ينشغل كثيرا بماديات هذا العالم. الإنسان الذي يرفع قلبه وفكره إلى السماء سيتمتع بهذا السلام وهذه الطمأنينة. طالما أفكار الإنسان وانشغالاته في الأرض وانشغالاته تملأ كيانه، لا يشعر بهذا السلام، لأنه يعيش أيضا في خطاياه. لذلك آخر آية في الإنجيل المقدس للقديس يوحنا، للقديس متى البشير، يقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ها أنا معكم. وهذا وعد إلهي يقدمه الكتاب المقدس بفم المسيح الطاهر لكل إنسان. لا تخافوا. الفرح الذي يحتاجه الإنسان أحيانا لا يتوفر لديه أيضا للهموم التي يحملها والانشغالات التي يحملها على الأرض.
يعمل على الأرض ولكنه يتناسى السماء، فلا يمكن أن يفرح الإنسان إلا إذا ارتبط بحياته الروحية ولم ينشغل بأموره المادية. وعندما أقول لا ينشغل، بمعنى لا يعطيها كل اهتمامه وكل فكره وكل وقته وكل عمره. في الإنجيل المقدس نقرأ عن إنسان اسمه زكى العشار. زكى هذا كان يعمل عشارا في المجتمعات اليهودية مثل جابي الضرائب. هذا الرجل كانت سعادته في المال الذي أمامه، كان يشعر أن الحياة كلها في هذا المال، يعد المال اللي بيجيله، يسجله في دفاتر، يعمل له حسابات، وليس في عالمه آخر. ثم جاء وقت سمع عن السيد المسيح فأراد أن يراه. كانت عنده مشكلة أنه قصير القامة. هتعمل إيه يا زكا؟ قال يعني البرستيج بتاعي ما يسمحش أن أنا أروح في وسط الناس كده. هتعمل إيه؟ قال أنا هختفي في شجرة في نفس الطريق اللي بيمر عليها السيد المسيح، أشوف السيد المسيح من هو وأمشي، مجرد نظرة. وقد كان صعد إلى جميزة وانتظر مجيء المسيح، ولكن للدهشة وقف السيد المسيح عند هذه الجميزة وناداه وقال له يا زكى أسرع وأنزل. عندما تلاقت عيني زكى بعيني السيد المسيح تغيرا تماما وخرج من داخله حب المال، وانفتحت أمامه أبواب جديدة، وشعر بسعادة بالغة، حتى أنه في هذه المقابلة ضحى بنصف أمواله وأعطاها للمساكين في مقابلة واحدة في دقائق. إيه اللي حصل يا زكا؟ قال عندما جاءت عيني في عيني السيد المسيح المخلص الذي جاء من أجل كل إنسان، شعرت أن كل ما في يدي هو تعاسة وليس سعادة، فتركت كل شيء وتبعت السيد المسيح. الفرح يا إخوتي والسعادة التي يبحث عنها الإنسان لن تكون ولن تتوفر إلا عندما يتنقى قلب الإنسان، كما هو مكتوب طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. ها أنا أبشركم بفرح عظيم. هذا الفرح العظيم لا يشعره الإنسان إلا إذا تنقى قلبه من كل محبة أرضية. نعيش على الأرض، نمارس حياتنا ومسؤوليتنا وأعمالنا ونمارسها بأمانة، ولكن القلب عمران بالله وفرحان بالله. أما الجزء الأخير في هذه العبارة فقال لهم الملاك رسالة سماوية: لا تخافوا، رسالة طمأنينة، ها أنا أبشركم بفرح عظيم، رسالة فرح أخيرا يكون لجميع الشعب. وهذه رسالة جماعية. في المجتمع لا يصلح أن يكون فرد سعيد وأفراد غير سعداء. الفرح عندما يعم ينبغي أن يعم الكل ويفرح به الكل ويعيش فيه الكل. ولذلك جاء السيد المسيح لكي ما يفرح كل إنسان. فبشارة السيد المسيح وعمله هو من أجل فرح كل إنسان. كما تعلمون أن كلمة إنجيل معناها بشارة مفرحة، ف
فالسيد المسيح في ميلاده جاء لكي ما ينقل فرح للإنسان كان غائبا عنه، وجاء السيد المسيح لكي ما يقدم هذا الفرح ويصير بجوار كل إنسان لكي ما يتمتع بعمل السيد المسيح ومجيئه إلى الأرض وتجسده من أجل خلاص كل إنسان. الفرح يكون لجميع الشعب، ويقصد بهذا الشعب، رغم أن السيد المسيح ولد على أرض يهودية، لا يقصد به الشعب في هذه الأرض، ولكن يقصد به جميع العالم. والحقيقة في ميلاد السيد المسيح اجتمع حوله الرعاة وهم يهود، ثم المجوس وهم أناس يعبدون الأوثان، واجتمعت أيضا الملائكة التي أنشدت أنشودة الميلاد: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. فحول السيد المسيح اجتمع اليهود ممثلين في الرعاة، واجتمعت الأمم ممثلة في المجوس، واجتمعت السماء ممثلة في الملائكة. فكانت هذه الفرحة فرحة ثلاثية لكل العالم، وكل العالم استقبل ميلاد السيد المسيح بهذا الفرح. الفرح يكون لجميع الشعب. هذه أحبائي رسائل نستخلصها في حدث ميلاد ربنا يسوع المسيح، هذا الحدث الذي جعل الزمن مقسوما إلى ما قبل الميلاد وإلى ما بعد الميلاد. إننا في هذه المناسبة التي نفرح فيها جميعا على أرض مصر نحتفل بهذا العيد حسب التقويم الشرقي، كما احتفل إخوتنا منذ حوالي أسبوعين حسب التقويم الغربي، وكأن الفترة التي تمتد من 25 ديسمبر الكريسماس لغاية 7 يناير هي فترة احتفال ممتد بعيد الميلاد المجيد، هذا الحدث الذي جاء فيه السيد المسيح من أجل كل إنسان. إننا يا إخوتي نصلي ونصلي بعمق قلوبنا من أجل بلادنا المحبوبة مصر، ونصلي بالحقيقة أن يحفظ الله سلامها وأمنها، ويحفظ استقرارها، ويحفظ وحدتها، ويحفظ بالأكثر صورتها التي حملتها عبر التاريخ وتحملها الآن لكل العالم. نصلي من أجل هذه البلاد المحبوبة جدا والتي نعشق ترابها ونيلها وهوائها، والتي أعطتنا جميعا نعم كثيرة في حياة كل إنسان. هذه البلاد المحبوبة التي نفتخر أننا ننتسب إليها هي موضع صلاتنا في كل حين. لا نصلي من أجل الأرض، ولكن نصلي من أجل البشر، من أجل كل إنسان. أن يحفظ الله بلادنا بداية من سيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي وكل المسؤولين، كل في موقعه وفي مكانه، لكي ما يعطي الله الجميع هذه الحكمة والمسؤولية في إدارة شؤون البلاد والعباد بالروح المصرية الأصيلة التي خبرناها جميعا. نصلي من أجل المناطق والبلاد خارج مصر التي فيها صراعات وملتهبة. نصلي من أجل أن يسود السلام بالحقيقة، ولكن السلام لن يسود إلا إذا تاب الإنسان ورفع عنه خطاياه. نصلي أن يعطي الله فرحا وسلاما وهدوءا لكل المناطق التي فيها صراعات،
لكي ما يكون البشر الذين خلقهم الله وجعلهم على قمة الخليقة يكونوا حسب قصده، ليعطينا الله يا أحبائي، يعطينا بركات هذا الميلاد المجيد في حياتنا جميعا، ويجعل فرحنا بميلاد السيد المسيح ليس مناسبة تاريخية ولكنها مناسبة حياتية نعيش فيه، لأن المسيح السيد المسيح جاء من أجل خلاص كل إنسان، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.